صباح الخير على اخواننا الفلاحين والمزارعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتكلم على البوالح وخاصة البرتقال الصيفي. الحقيقة الواع تصديريا، ومصر لها ميزة تنافسية في هذا المحصول. والنهاردة الحقيقة هنقول معلومات فنية في خدمة المحصول في هذا التوقيت من العام، خاصة في مرحلة الإسمار. مهندس عمر عبد الحميد، بتصبح عليك، لك صباح الخير. صباح الفل يا فندم. سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلام. قول لي عمر الشجره دي قد ايه دلوقتي بالنسبه للبرتقال الصيفي؟ دي فيها 7 سنين. حوالي 7 سنين. 7 سنين. بتعمل الفدان، بيعمل كام؟ حوالي كام طن؟ الفدان 18 و20 طن. 18 و20 طن، كويس جدا. طيب هنبدا بقى نقول لك عمليات الخدمه دلوقتي، وخاصه احنا في مرحله دلوقتي الاسمار، مرحله مهمه جدا. من ناحيه الري، التسميد، المكافحة. حضرتك بالنسبة للري، طبعا درجة الحرارة العالية النهاردة والمحصول الموجود على الثمرة ده، فبزود كمية الري في شهر 7 و8، أقصى درجات الري. يعني بدي مثلا 8 ساعات في اليوم، يوم ويوم. بالنسبة للتسميد، ما بوقفش التسميد برضو في الفترة دي، عشان برضو كمية المحصول عندي برتقان كبيرة على الشجرة، فبدي التسميد الأزوت والبوتاسيوم، يعني العناصر الكبرى والعناصر الصغرى. يعني العناصر الكبرى اللي بتحتوي على الازوت والبوتاسيوم والفسفور. تمام تمام. والعناصر الصغرى دي انت تاخدها رش ولا انجكشن؟ لا، رش. برش حوالي مرتين في السنه. عشان ايه؟ استفاد بالعناصر الصغرى بالرش. الامراض بتاعه الموالح وخاصه البرتقال الصيفي، ايه اللي بيخوفك من الامراض؟ هو حضرتك اللي بيخوفني من الامراض دلوقتي الحشره القشريه. ليه؟ لان انا بصدر المحصول بتاعي بيطلع بره. بخاف جدا من الحشره القشريه في التوقيت ده، فبرشها اي مبيد حشري زائد زيت موصى بيه من قبل وزاره الزراعه، زائد زيت صيفي. زيت معدني صيفي. زيت معدني صيفي. طيب دي بالنسبه للحشره القشريه. طب بالنسبه مثلا لذبابه الفاكهه؟ تمام. ذبابه الفاكهه طبعا ما بتجيليش دلوقتي الا في مرحله، بتخش على مرحله النضج، برشها برضو مبيد حشري موصى به من وزاره الزراعه. او في المصايد، انا شايف انكم انتم معلقين مصايد. حضرتك وزاره الزراعه بتيجي هنا وتعلق مصايد كذا مصيده للفدان. بالنسبه لصناعات الانفاق في الموالح، اللي هي الحشره اللي بتخش في النسيج الورقي وبتعمل لنا الورقه، بيبقى شكلها ملتوي كده وبتدمر الورق، لانه ده مصنع الغذاء كمان بتاع الثمره. فانتوا بتسيطروا عليها ازاي؟ وحضرتك بالنسبه لصناعه الانفاق دي، احنا بنرشها مره او مرتين في السنه بمبيد متخصص. هل في مثلا درجات حراره بتعمل تساقط في الثمار ولا لا؟ حضرتك ما هو دلوقتي عشان احافظ على التساقط، يبقى لازم احافظ على رطوبه الشجره، عشان يبقى بكتاب احافظ على الري. انا بشكرك مره ثانيه، بنصبح عليك ولك صباح صباح الفل يا فندم. صباح الفل. والحقيقه زي ما سمعنا، هذه المعلومات في خدمه البرتقال الصيفي في هذا التوقيت من العام. هنتابع ان شاء الله مع بعض معلومة اخرى في قطاع الزراعة.